السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. المهم الا كنت اول مرة كتفرجوا في القناة ديالي، هبطوا لتحت دير واحد ابوني وواحد لايك شجعوني بها. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله جيت ندير لكم واحد الانبوكسين، واحد البرودوي جديد عاوتاني هاد الايامات عطيتها لي ريفيو. المهم هذا البرودوي هذا للناس اللي تيصوروا حتى هو غينفعهم، نجربوا هذا البرودوي هذا وبغاو يشروه راه نخلي لكم اللي عن تحت. المهم غادي نفتحوا نديروا الانبوكسين بهذه الطريقه هذه ديال حيت هي برودوي صغير اللي هو هذا لايتين ار جي بي، يعني فيها الالوان كاملين. اسمية الشركة يولانزي، فولت 49 ار جي بي هي كيف ما كتشوفوا. المهم البواطة صغيرة، غنديرو لها انبوكسين غير هنا بلا ما نمشو ليها. المهم البواطة هي هادي، كتجيش فيها شي حاجة اللي كتيرة، كتجي فيها اللايتين اللي هي هادي، كيجي فيها الكابل USB Type-C باش تشارجا، وكيجي فيها كتيب الاستعمالات وهاد اللعيبة ديال لاميديتي. هادو ما غاديش نحتاجوهم، غادي نحيدو هادي نديروها هنا، وغادي نجبدو اللايتينغ هي هادي كيف ما كتشوفو، صغيورة صغيورة بزاف. فهاد اللعيبة هادي باش تحطوها فوق الكاميرا هنا، وهذا باش كتشارجا، كتشارجا ب 3.4 فولت يمكن، ولكن تشارجا بالشارجور ديال التليفون تشارجا عادي ولا بالباور بانك. دابا غادي ندوزو نقرب الكاميرا باش نوريكم الخصائص ديالها وكيفاش تستعملوها، والمهم نوريكم المميزات ديالها والثمن ديالها، وشوفوا لا كتستاهل الثمن شروها، راه الثمن رخيص بزاف. هذا هو البرودوي كيف ما كتشوفوا، المهم صغيوره، غادي نوريكم المزايا اللي فيها، وغتخدم بزاف الناس اللي عندهم جو برو ولا كيصوروا بالتليفون، وحتى الناس اللي كيصوروا بكاميرا غادي تحتاجوها حيت مزيانه وغادي تنفعكم بزاف. فيها لي بوطون كيف ما كتشوفوا، كاينين اربعه لي بوطون هنايا من كتشارجا تايب سي كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو في باور بانك، كطلع بلي تتشارجا، انا فايت شارجيتها. هاد البلايص هادو كيف ما كتشوفوا هنا هنا ثلاثه، يعني تقدروا ديروا فوقها هي نيت، تقدروا ديروا فوقها ميكرو وتلصقوها هي فوق الكاميرا، وتلصقوا شي وحده اخرى بحالها هنا ولا هنا. المهم في هاد الميزه هادي مزيانه انكم تقدروا ديروا فوقها هي نيت شي حاجه. هاد الميزه الاولى، ندوزو للحوايج اللي فيها. هي هنا البوطون من كتشعل كيف ما كتشوفوا، هنايا كيف ما كتشوفوا عاطينكم لي دوغري من 0 حتى ل 360. هادو هما الالوان اللي فيها من 0 حتى ل 360، يعني كتبقاو تبدلو هنا كيتبدلو الالوان كيف ما كتشوفوا، راه كيتبدلو كل دوغري عندها اللون اللي فيها. هنايا هنايا كتبدلو عاوتاني المود، هنا بغي الكاباسيتي ديال اللون واش ناقصه ولا مجهده، كتوركو مزيان كيعطيكم كيعطيكم المود ديال الابيض، اللون الابيض بوحدو. فيها كتنقصو حتى هي الجهد ديال الضو، يعني واش يكون الضو مشتت ولا مجموع، ونفس الحاجة عاوتاني هنا الكاباسيتي ديال الضو واش ناقص ولا مجهد. انا كنت كنستعمل ليد ستريب باش ندير داك اللون في الوجه ديالي في الجن، دابا هادي غادي تنفعني، نديرو شي لون، نديرو الحمر مثلا كيفما كتشوفو فيها بزاف الالوان. فبزاف ديال الالوان وصغيره، الثمن ديالها تقريبا دايره شي 200 درهم،
الباتري ديالها فيه 2000 ملي امبير، يعني كتشد الوقت وتتخدم مزيان، وحتى داك الحده ديال الضوء ديالها ما طالعاش، يعني ما كتبانش في الوجه باللي قاصح الضوء حتى كيبان، داك كتبان معيقه. هذه لا هذه في هذه اللعيبه هذه مزيانه. المهم غنوريها لكم فوق الكاميرا كي كتجي، وتتحط غير الفوق عادي، ولا كتحطوها في شي سيبورا، نديروها في شي سيبورا بحال هكا، تحطها كتجي بحال دابا في الباك جراوند، تحط بحال هكا كديرها في الحيط كيجي اللون مزيان. انا نوريكم دابا في الفيديو كي غادي تجي ملي غنحطها في الباك جراوند، ولا غنضربها نديرها الضوء على وجهي باش تبان لكم. المهم هاد المزايا هما اللي فيها، ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. كاينين وحدين اخرين كبار من هادي، واصلين 700 درهم 800 درهم، فيهم لابليكاسيون التليفون، فيهم كتحكموا غير من التليفون من لابليكاسيون ديالهم. هادي فيها غير لي بوطون، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، فيها غير الالوان والمود العادي، وكتزيدوا في الجهد ديال الضو، واش الضو بغيتوه يكون مشتت ولا يكون مجموع، هذا الشيء اللي فيها. ما فيهاش شي حاجه اللي زعما اللي صعيبه اللي غادي تعذبكم ولا ما تفهموهاش. المهم غادي نجربوها دابا وتشوفوا الريزلت، وقول لي واش تستاهل داك الثمن ولا لا. راه نخلي لكم كيف ما قلت لكم، غادي نخلي لكم ليان ديالها اللي بغى يشريها. المهم درتها في هذا السيبور، غنشعلها، غنحطها المره الاولى انا باش نضرب في الحيط، والمره الثانيه غادي نديرها في الجنب ديالي باش تضرب ليا في الوجه ديالي، باش نشوفوا داك الفرق ديال اللون اللي كيجي في الجنب. كيف ما كتشوفوا دابا هاد الجهه ضرب فيها الاحمر، وهاد الجهه داير ليكليراج العادي يعني الابيض، والجهه كيضرب فيها الاحمر. يعني تقدروا ديروا نتوما الالوان، راه فيها الالوان كاملين، تقدروا تديروها فاس معكم بحال هكا كيف ما كتشوفوا، راه كيبان اللون الاحمر، تجيبوا على هاد الجهه. المهم كتعطي واحد الرونق زوين للفيديو، تقدروا ديروا حتى اللور ديالكم كضرب في الحيط كيجي مزيان، يعني كضرب في الحيط كتبعدوا، كتبقى ديك الخلفيه في شي لون، وانتم كتبانوا اش كيشد عليكم فوكس، كيبان اللور ديالكم في واحد اللون اخر. كيف ما كتشوف دابا عطات واحد اللون زوين، نبدلو لها حنا كاع اللون، نديرو شي لون اخر، نديرو مثلا نديرو الخضر. كيف ما كتشوفوا كيبان لكم الخضر، فيها بزاف الالوان، الالوان كاملين فيها. دابا الزرق، هادشي اللي عجبني فيها انا، انها صغيره والثمن ديالها رخيص وكاليتي ديالها مزيانه. كيف ما كتشوفوا دابا راه كتبان ها صغيره، حيت ما درتش لها سيبور، كيبان اللون ديالها احمر. واحد الميزه اللي عجبتني فيها بزاف، انكم تقدروا تحطوها فيما بغيتوا، الا كانت عندكم شي سيبور هاد الحديد ولا شي بلاصه فيها الحديد. يعني هنا هاد البلاصه هذا ميتال، ما غاديش تشد فيه هنا الحديد، شوف كتشد في اي بلاصه فيها الحديد، يعني في المغناطيس الداخل تتشد، خاصها شي بلاصه تكون قاده. انتم هي ما طاحتش. المهم هذا هو البرودوي كيف ما قلت لكم، اتمنى ان اللايتين هذه عجبتكم، وراه الثمن ديالها كيف ما قلت لكم 200 درهم، وصغيره كيف ما كتشوفوا راه شاده في يدي صغيره، وتقدروا تستعملوها للجو برو، تقدروا تستعملوها لبزاف الحوايج. الناس اللي كيديروا ريفيو لي برودوي، يعني كتحطوها الا بغيتوا تصوروا شي برودوي، كتصوروا بهذا الجهه من لون والجهه الاخرى بلون اخر. المهم بزاف فيها ما يدار، خاصه نتوما تبداو في الافكار ديالكم. وهادو هما المميزات ديالها اللي شفت فيها، والثمن ديالها مزيان، والباتري ديالها راه فيه كيف ما قلت لكم 2000 ميلي امبير، غير شد لكم الاستعمال. وهذا الشيء اللي كاين، ولا بغيتو غتدخلوا ليا اللي لتحت شروع من بانغود. هنا يكون سال الفيديو، نتمنى انه عجبكم، عجبكم البرودوي اللي جبت لكم اليوم. ما تنسوش بارطاجيو الفيديو وديروا واحد جيم وتابوناو في لاشين. تهلاو في راسكم.